اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام مع افعال احد الاسماء القويه والعملاقه ايضا من سجلت معنا نقطه ذهبيه هنا في الثمانيه كيلومترات تاتي لتبحث عن الفوز والانتصار. مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام في هذا اليوم الجميل هنا ايضا في عاصمه الميادين ميدان الوثبه لسباقات الهجن العربيه الاصيله. تواصلنا مستمر وانطلاقاتنا هنا في عاصمه الميادين. نعود الى الصداره الاولى، ننطلق مع المركز الاول والصداره الاولى. ما شاء الله هنا ايضا المنافسه ما زال الدرعي، الدرعي على المركز الاول ينتقل الى الصداره وما زال من البدايه بالفعل. حمدان بن غدير بن سعيد الدرعي مع شواهين، مع شواهين على الصداره الاولى على المركز الاول. مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام بينما نقلتنا مباشره الى المركز الثاني لاجد هناك في ثاني المراكز ثواني. مطر بن محمد بن ضبيعه الكتبي وصل في هذه اللحظات ليقدم ثواني. المركز الثالث ضيفتنا العزيزه القادمه من السلطنه هناك ابداع صالح بن العبد بن علي العويسي وصل، ولكن العين 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 مروان بن فريب غانم بن حمود الظهري ايضا احد الاسماء البارزه، وهذا الاسم ايضا غالي مع ابو مروان بالفعل، اسم العين ايضا ياتي من خلال هذه الدلول المنطلقه بهذا الاسم. محافظ يا راشد على هذا الاسم، نبى العين اليوم تاخذ الصداره ونهدي السلامات عيناويه بالفعل من خلال هذا الانطلاق والشعار الاقتصادي الذي دائما عودنا بكل ما هو جديد. هنا مشاهدينا الاعزاء الشايب المبارك مسيل يبهوني الظاهري وصلت ايضا القادمه من سويحان بطياره اليبهوني. هنا ايضا المتجوله، ولكن ركز يا راشد اليوم اجوانا المناخيه في الطيران ايضا لها تاثير جوي، ولكن هنا الشايبه المنطلقه بهذا الشوط وصل راعي سلهود، وصل راعي سلهود يقدم ريمه خليفه بن حميد بن سهيل المهري، ولكن وصلت افعال، وصلت افعال احد الاسماء البارزة أيضا في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. لو عدنا إلى أيضا تاريخ أفعال 24/1/2015 شاركت في الشوط الأول واستطاعت أن تفوز في المركز الأول ب 13 دقيقة 8 ثواني وخمس أجزاء من الثانية بالفعل. هذه أفعال أحد المصنفات في هذا اليوم من خلال الإنجاز الكبير والانطلاق مع بن هزاع. يتواجد سعيد بن هزاع أيضا بسالمين الكلباني يقدم أفعال، وهنا الوصول ايضا من خلال هذه الاسماء القويه والعملاقه تاتي الواريه ومياس السعيد بن غلام بن موسى البلوشي. هناك مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام على المركز الثامن والتاسع، هذه هي نتيجتنا والعوده الى الصداره، العوده الى المقدمه الى المركز الاول. مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام في هذا الانطلاق الرائع والجميل، هكذا انطلاقاتنا عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة ياس الفضائية. هو ياس مع كل الناس بالفعل. هنا الصدارة الأولى، هنا الانطلاق الأول يأتي بهذا الأداء مع شواهين. هناك حمدان بن غدير بن سعيد الدرعي من يأتي على الصدارة الأولى، ولكن ثواني. مطر بن محمد وضبيعة الكتبي يقدم ثواني في هذا الانطلاق الكبير والتحدي المثير. وصلت العين، وصلت العين في هذه اللحظات. مروان بن فريب غانم بن حمودة الظاهري، يا سلام على هذا الأداء الجميل والرائع من خلال هذه الانطلاقات وهذه الأعداد من خلال المشاركة في هذا اليوم. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هنا ناخذ المركز الرابع الشايبة مبارك مسيل لبوني الظاهري. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام الوصول من خلال هذا الاسم ابداع صالح بن العبد بن علي العويسي القادم ايضا بهذه الانطلاقه الرائعه والجميله. افعال وصلت سعيد بن هزاع بسالمين الكلباني ايضا يقدم افعال في هذه اللحظات. يا سلام على هذا الاداء الجميل والرائع. مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام ايضا وصلت ريمه خليفه بن حميد بن سهيل المهري القادم في هذه اللحظات. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام نسير مع هذه الانطلاقات، ننطلق ايضا مع القادمه هناك اللي هي الواري ومياس السعيد بن غلام
البلوشي. هذه نتيجتنا ومنعطفنا إلى جسر العبور مع التيارات الهوائية وتقلبات المناخ. تأتي الدلال المحليات الأصايل عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة ياسي الفضائية. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام ينطلق أيضا هذا الشوط ويسير مع هذه الأسماء القوية والعملاقة. هنا هذه الانطلاقة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. جسر العبور، جسر العبور أول العابرات شواهين. ما زال هنا أيضا حمدان بن غدير بن سعيد الدرعي مع جسر العبور ينطلق من الثلاثة كيلومترات بالفعل. هنا مع المركز الأول والمركز الثاني هناك ثواني. مطر بن محمد بن ضبيعة الاكتبي وصل في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. المركز الثالث وصلت العين، انطلقت العين. هناك أيضا لمروان بن فري بن غانم بن حمود الظاهري يأتي في هذه اللحظات. وصلت أفعال، وصلت أفعال تتذكر الماضي هناك في شهر يناير المنصرم. تأتي هنا مع أيضا سعيد بن هزاع بن سالمين الكلباني وصلت لتنضم إلى المركز الرابع والمركز الخامس. الشايبة، الشايبة على خامس المراكز ليتواجد أيضا هناك مبارك بسهيل اليابوني الظاهري. يا سلام على هذا الأداء الجميل والرائع. هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام من خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل 2.5 كيلو المتبقي. عطنا القادم يا العمدة من الجانب الآخر. هنا وصلت ريمة خليفة بن حميد السهيل المهري، وصل مع ريمة. وهناك أيضا إبداع لصالح بن عبد بن علي العويسي القادم. ما شاء الله إبداع تحمل الرقم 11. وأيضا انطلاقاتنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في هذا اليوم. الله الله الله، نسير إلى الصدارة الأولى، ننطلق إلى المركز الأول. القادمة أيضا هناك اللي هي المنطلقة شواهين. حمدان بن غدير بن سعيد الدرعي ما زال قادم بهذا الانطلاق من منطقة القوع للمشاركة في هذا اليوم، للانطلاق في هذا اليوم. ما شاء الله على هذه الشعارات المشاركة. والعين لمروان بن فري بن غانم بن حمودة الظاهري. 2 كيلومترات المتبقي يا ملاك يا مضمرين يا متابعي قناتي اسمع كل الناس. نسير في هذا الانطلاق الرائع والجميل. ثواني ثواني تحركت على المركز الثالث. تأتي بهذا الانطلاق مطر بن محمد الضبيع الاكتبي. وصلت ثواني، انطلقت افعال على المركز الثالث. سعيد بن هزاع بن سالمين الكلباني وصل على المركز الرابع. المركز الخامس الشايبة مبارك بسيل لبوني الظاهري وصل في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام بهذا الانطلاق الرائع والجميل من خلال هذه المنافسة. ما شاء الله، من سوف يحظى بأول أشواطه هذا اليوم؟ هنا 21 من شهر فبراير لعام 2015 للميلاد. المنعطف الأخير 1500 متر المتبقي عن خط النهاية. وهنا العودة إلى شواهين اللي على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى. شواهين من تأتي في المركز الأول. حمدان بن غدير بن سعيد أيضا الدرعياتي على الصدارة ينطلق على المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. العين 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 بدأت تسير وتحافظ على هذا المسمى. هنا مروان بن فري بن غانم بن حمود الظاهري. يا سلام، هنا يأتي أبو خليفة يقدم هذا الشعار ويتابع بالعين المجردة من أرضية هذا الميدان. الكيلومتر الأخير، دخلنا أجواء هذا الكيلو مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. العودة إلى التغيير، العودة إلى الصدارة الأولى. هناك تأتي العين لمروان بن فري بن غانم بن حمود الظاهري. الله 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 الله، العين 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 اللي في الصدارة، العين اللي بدأت تنافس، العين اللي بدأت تسير إلى الصدارة الأولى هنا عبر هذه التيارات الهوائية والأجواء المناخية. ولكن هنا العين على الصدارة في أول أشواط الدلال المحليات الأصايل. بالفعل مروان بن فري بن غانم بن حمود الظاهري أيضا له العشق في المشاركة في أشواط الكبار.
أعود إلى الصدارة الأولى، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول. الله 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 يا العين، العين على الصدارة، العين على المركز الأول. الأربعمائة متر الأخيرة والنهائية، يا سلام على العين. تهانينا تهانينا والناموس لمروان بن فري بن حمود الظاهري على هذا الاندفاع الكبير والتحدي المثير. هنا هنا ايضا افعال القادمة، ولكن وصلنا منطقة الثيل. العين على الصدارة، العين على المركز الاول. تهانينا من الاعماق نزفها على ظهر العين. هنا حرك يا راشد، وصلنا منطقة الثيل وروح مع الصدارة. ايضا التحية لابو خليفة فري بن غانم بن حمودة الظاهري، تهانينا والناموس. شكرا ايضا على هذا الاسم، تهانينا والناموس. وجود مورنينج يا العين، يا دار الزين على هذا الفوز والانتصار. شكرا يا راشد، ايضا على ايضا التحية لك على ايضا المحافظة على هذا الاسم والفوز والانتصار. افعال سعيد مسالمين الهزاع، مسالمين الكلباني المركز الثالث والجماعي ما شاء الله. وصلت ايضا اللي هي ثواني مطر بن محمد وضويع الكتبي، والمركز الثالث الرابع شواهين لحمدان بن غدير بن سعيد الدرعي. والمركز الخامس هناك، المركز الخامس ناخذ المركز الخامس مع الشايبه مبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري. تهانينا والناموس للجميع. إذن مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هكذا الانطلاقات وهكذا الأداء الجميل، هكذا الشوط الأول، هكذا كان الانطلاق، وهكذا أيضا قناة ياس الفضائية. 13 دقيقة 10 ثواني 7 أجزاء من الثانية، ما شاء الله تبارك الله. توقيت ممتاز مع الأجواء المناخية والرياح القوية. تهانينا لمروان بن فري بن غانم بن حمود الظاهري، والتهنئة لسعادة فري بن غانم بن حمود الظاهري على الفوز والانتصار. المركز الثاني قدمت العرض الكبير افعال لسعيد بن سال بن هزاع بن سالمين الكلباني. 13 دقيقة 12 ثانية 4 من الاجزاء، تهانينا له والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث كانت هناك ثواني هي من فازت بهذا الشوط، ولكن شواهين هي من غيرت مع الامتار الاخيره ب 13 دقيقه 17 ثانيه 8 اجزاء من الثانيه، حمدان بن غدير بن سعيد الدرعي، لتبقى ثواني في المركز الرابع لمطر بن محمد بضبيعه الكتبي.